شباب بلوزداد 6 مرات اليوم كل فريق يحاول انه يظهر بوجه افضل في هذه المحاوله الاولى واول تهديد واول تدخل. تكتيكيه ستكون طاغيه على اداء التشكيلتين الراسيه عبد المجيد تخلي العملي سيد علي داخل منطقه العملي في سنكورتو محاوله المرور وتدخل الدفاع والحكم يقوم فيه ركله جزاء. الحكم بالنوزه يشير الى ركلة جزاء لمصلحة الوفاق. نشوف هنا التمريرة كانت من العمري سيد علي ناحية من ناحية عبد الملك الزيايا وتدخل القوي من شرفاوي بدوري أمام عبد الملك الزيايا والحكم يقول فيه ركلة جزاء. إذن ركلة جزاء ماذا أعلن الحكم؟ عبد الملك الزيايا وعسلة ويتمكن الزيايا يتمكن من فتح مجال التهديف وتسجيل الهدف الاول لمصلحه الوفاق. ظاهر الايمن على الصوره رفع كورتو وتدخل دفاع الى الركنية تصل على خطا ومخالفه لمحمد شريف ممتازه العارضه والهدف لا تدخل الدفاع. الحكم اشار الى المساعد الى ركنية تنفذ الركنية فرصه الانطلاقه من نياطي كورتو طويله اماميه وقروة متأخر نوعا ما عودت زوج من اللاعبين خطأ في المراقبة وتعديل النتيجة بالفعل خطأ في المراقبة وبقروة يتمكن من استغلال هذا الخطأ. سوء التفاهم بين العمري وأيضا عروسي يستغل هذا الخطأ وسوء التفاهم بين المدافعين لعب بقروة ويعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ب3 دقائق. شباب مجدد يعود من بعيد غير تماما لأمادة ميغاتلي انطلق وصلوا كرة ممتازة يدخل ميغاتلي منطقة العمليات ميغاتلي يرفع كورتو وسهلا من حاس عصلة. الحكم أعلن عن نهاية المباراة بيقو بينما الشباب يبدو لي أنه يعتمد على تدعيم الدفاع الوسط ثم البحث عن المحاولات الهجومية الرأسية هذا جول يوقع الهدف الثاني. باغولو براسية يتمكن من توقيع الهدف الثاني بعد كرة عرضية من حدوش. داغولو يتمكن من التفوق على دفاع شباب بلوزداد هذه المرة ويباغت الحارس عسلة مليك ويضع الكرة براسية في الزاوية المحصورة بين القائم والعارضة الأفقية وفرحة كبيرة لعناصر لأن سهر الوفاق بهذا الهدف. وعزة رفيق ممتازة ناحية دراج يلحق عليها دراج 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 ضاعت على شباب بلوزداد وضاعت كرة تعديل النتيجة في المرة الأولى ضيعها دراج وفي المرة الثانية التسديدة لم تكن في الإطار من طرف على ما يبدو لي فهم بوعزة هو الذي ضيع في المرة الأولى. انفرد دراج بالحارس خدارية لم يتفوق تدخل كان موفق ورائع دون ارتكاب الخطأ من خدارية ثم المتابعة من فهم بوعزة ولكن كانت بعيدة عن الإطار. دراوي يوزع كورتو الجهة اليمنى أو اليسرى كرة مرفوعة كرة مرفوعة وخضيرية الشباب تنفذ بسرعة محاولة المراوعة الدخول داخل منطقة العمليات العرضية وسهلة للحارس عسلة والأمور تحسم ويتأهل الوفاق.